قطر بقيادة سعود العبدة ويوسف الشبري ورمضان النعيم وعبد الهادي. هدم الناس بليلي على الرواق ليس وللبقاء في نسق الفريق غير المنهزم للمباراة 34. بدران عبد القادر بدوره لعصام ماندي. عصام ماندي رغم أنه يعاني في دكة بدلاء فريق فياريال إلا أنه يحتفظ بكامل لياقته وبكامل إمكانياته. الكرة تصل من هناك لرامي بن سبعيني، ماذا سيفعل بها؟ هل سيمر عن طريق المراوغة؟ يحاول المو بليلي، طلق بليلي، تخلق البالي المضايق اللافتة حقيقة حينما يقرر المرور لا أحد يمكن. ثلاث مشاركات في المحفل العالمي في المونديال. هنا الكرة الجزائرية، يطرق بليلي، ماذا سيفعل بليلي؟ يتقدم بالكرة، بنجاح، يتقدم بنجاح، تساهل مع هذه الكرة أو تباطأ نوعا ما في تنفيذ الكرة ولو أنها فاتوا قليلا. تمشي الكرة إلى الركنية مباشرة وهو الكرة ثابتة في المباراة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. تلعب بغداد، بنجاح، الهدف الأول المباغت للخضر، الهدف الأول المباغت للخضر بطريقة مباغتة يمكن أن يبدأ بها المنتخب الوطني. المراوغة البارعة الجميلة، يا سلام، كرة باغتت الجميع، لم يكن أحد يعتقد بأن آدم الناس سيسدد الكرة في الشباك رغم أن الزاوية كانت ضيقة. نشوف المهارة التقنية، الترويض الرائع والتسديدة اليسارية القوية لم تترك فرصة لدفاع عصام ماندي. من هناك يبحث عن الرفيق المتحرر آدم الناس، يرسلها إلى زرقان آدم، من هناك تصل إلى بليلي الأخطر والأروع والأجمل. يلا يا بليلي، انطلق بليلي، هرب له من هناك بفضل المواصلة بالكرة. جميلة التمريرة البينية، التمريرة البينية الجميلة ولكن الرقابة كانت حاضرة. إبراهيم يرجعها لبليلي، يلا يا بليلي، تسديدة، دفاع بصعوبة، الدفاع بصعوبة يخرجها الضغط بعد التسديدة الأخيرة من يوسف بليلي. تسديدة كانت مركزة لو مرت لشكلت خطورة بالرأس، أوقفها بالرأس بكل شجاعة ولكن فيها نوع من الخطر على يبحث ومن نصف فرصة، يبحث عن استغلال الفرصة وإيجاد الطريق نحو الشباك كما يقال. رامز الزروقي يستعيد الكرة، يلا من هناك انطلق رامز، انطلق رامز، التسديد، با 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 با، ممتازة دين في اللقطة السابقة. هنا القرار، قرار التسديد بعد غياب الحلول، كان بإمكانه التقدم لكن المضايقة اقتراب المدافع من دانيال ترك زروقي. رامز العربي يقرر التسديد، محاولة، حاولت بلوغ الهدف الثاني في التنفيذ من هذه الزاوية ومن هذه الجهة اليمنى. يلعبها مع بنجاح، 1-2 ترجع لي عطال من جديد، محاولة التوزيع عن البحث عن الثغرة، يتقدم عطال ولكن الدفاع شافش الكرة، ترجع الكرة جزائرية دائما. بنجاح، يلا يا بنجاح، التسديدة من إبراهيمي، التسديدة من إبراهيمي، ممتازة، كانت ممتازة التسديدة، موترة لا ياسين إبراهيمي في تنفيذ هذا الخطأ. يلا ياسين مباشرة، كرة أخرى، بنجاح بغداد غير محظوظ حقيقة، كرة أخرى لم يكن متسللا، وضعها بجانب القائم الأيسر أو بجانب لا 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 لا، ماذا ضيع حقيقة؟ فرصة أخرى للهدف الثاني. بغداد بنجاح تموقع بشكل ممتاز، قام بمجهود كبير. طبعا يوسف عطال في اللقطة السابقة، تعود الكرة إلى الخلف مباشرة إلى بارتي توماس، يرسلها من هناك ناحية ترسو صامويل، التسديد، حذاري حذاري حذاري، بروعة، يا سلام بروعة. اللحظات الحاسمة عصام ماندي دائما شاهدوا التدخل بطريقة رائعة، لاعب لا يقل مهارة وقيمة فنية عن يوسف بليلي. من هناك نهاية إذا المرحلة، قائد الرجال وقائد في مقابلتين اثنتين، الودية هي الثانية في تاريخ المواجهات بين الجزائر وغانا. الدفاع يدخل، يخرج الكرة بواسطة ماندي، تبقى الكرة غانية دائما. من هناك يسحق هذا الخطير صاحب التسديدات، حذاري ما تتركوش، سدد، بوحي بروعة، بوحي بروعة، كان رد فعله قويا وماهرا. شوف الإعادة، الارتقاء رائع من مينيسا دانيال في محور الدفاع إلى زميله أمارتي دانيال، من هناك مباشرة لألكسندر،
محاولة البحث عن بينيسيل جوزيف، تصل الكرة إلى إسحاق ومن هناك خطيرة خطيرة الكرة أو ريتشارد بواكو، حذاري حذاري حذاري، صعب الكرة صعب الكرة، خرج خارج الكرة إلى 5 أمتار و50. هنا لفاضل طبعا رباعي، هنا إعادة اللقطة السابقة، لا أعتقد بأنه كان هناك تدخل، صورة لا تظهر من هذه الزاوية، ولكن يبدو أنه فيش تدخل. حديث مع حكم المباراة من ساجون طان. إسماعيل بن ناصر بدوره لعيسى ماندي، منظم الخط الخلفي، قائد الخط الخلفي، بالرحمة في أول لمس للكرة، انطلق سعيد، انطلق سعيد بالرحمة، توغل بين اللاعبين، يفضل تمرير الكرة من هناك، تصل الكرة مباشرة لآدم الناس، ماذا سيفعل بالكرة؟ يتوغل العطال، توغل العطال، توغل العطال، الهدف الثاني للمنتخب الوطني، الهدف الثاني للمنتخب، ونتوقعه من العمل الفردي الرائع الذي قام به سعيد بالرحمة، ثم أنهاه يوسف عطال في الشباك. طبعا التبادل كان بين فريد بولايا، سعيد بالرحمة ويوسف عطال إلى الشباك مباشرة بعدما اصطدمت بمينيسان جوراتان في آخر لمس للكرة. المدافع الجزائري، كرة لبدران، معه من هناك عيسى ماندي، يستنجد بكل ثقة. حذاري يا رئيس، حذاري يا رئيس، حذاري، قمت بمراوغات باهرة وممتعة في كأس العرب الأخيرة، ولكن يجب أن تقوم بها بشكل معقول يا رئيس ينبوحي. هنا كان بإمكانك أن تراوغ كالعادة بطريقة العقب حول اللوب، ورجع الكرة لعيسى ماندي. يعاني المنتخب الغاني في هذه اللحظات وفي هذه المرحلة الثانية دخول قوي، التغييرات كانت يعني ممتازة من جانب المنتخب الوطني. تبقى الكرة، تبقى الخطورة لبن ناصر، بن ناصر يرجعها مباشرة لزروقي، زروقي من هناك إلى منطقة يوسف عطال، ماذا سيفعل بالكرة عطال؟ يلا عطال، يفضل فريد بورايا، يوزعها بولو، ثالث الأهداف، إسلام سليماني، المنتخب الوطني الجزائري. شوف اللعبة، شوف الانسجام، شوف كيفاش رفع راسه، شوف المتابعة تاع إسلام وين كان حاضر في المكان السلام. با 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 با. هدف ثالث حقيقة، قناص إسلام، قناص يتموقع، يتابع، يضع الكرة، يهز الشباك أينما كان وحيثما أراد ومتى ما شاء ذلك. حقيقة شوف المتابعة، شوف كيفاش جاء من خلف المتابعة.